الكويت مع فلسطين هو عنوان المباراة الاستعراضية التي نظمتها لجنة رياضة الميني جول بالتعاون والشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، واحتضنها ملعب المرحوم سمير سعيد في جمعية الثقافة الاجتماعية بمنطقة ميدان حولي. وبهذه المناسبة قال حسن الخواجة رئيس لجنة لعبة الهدف الصغير ميني جول إن المباراة تمثل رسالة تضامن كويتية مع القضية الفلسطينية بمشاركة نخبة من نجوم منتخب الكويت السابقين والإعلاميين. كاميرا الأخبار حضرت المباراة لتنقل لنا هذه الأجواء. طبعا هدفنا اليوم مسوين مباراة استعراضية سميناها الكويت مع فلسطين، وذلك احنا دائما الكويت دائما متضامنين مع القضية الفلسطينية. فاليوم احنا كرياضة الميني جول وكرياضيين معروف الرياضة داعمة للقضية الفلسطينية، فعملنا مباراة استعراضية. هذه المباراة فيها نخبة من نجوم منتخب الكويت السابقين والإعلاميين راح يقومون باللعب نصرة للقضية الفلسطينية. كعادتها لجنة الميني جول وجمعية الثقافة الاجتماعية اللي ما تأخروا في كل المناسبات باحتضان الفعاليات في ذكرى الانتفاضة وذكرى النكبة وكل الفعاليات الخاصة بفلسطين، ومنها دورات الميني جول. هذا يعتبر المهرجان الرياضي الثالث اللي بتحتضنه جمعية الثقافة الاجتماعية في الكويت، فهم مشكورين ولجنة الميني جول. كمان نحن بنتوجه بالشكر للإخوة اللاعبين القدامى على إحياء هذا المهرجان الداعم للقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وبنأكد أنه هذه الحاضنة الدافئة الكويتية لطالما وقفت في صف وانحازت إلى الحق الفلسطيني. دعم القضية الفلسطينية ودعم إخواننا في فلسطين وفي غزة مهم جدا، إن ندعمهم في جميع هذا، في الوقوف معاهم في المقاطعة، في أمور كثيرة لازم نوقف فيها في الموقف. فأشكر الإخوان على هذا الموقف المشرف الصراحة. نفتخر صراحة، وأنا لبيت الدعوة لما عرفت إن المشاركة هذه هي أحد الجهود أو رفع المعنويات أو ان نتبنى وجهة نظر القيادة السياسية او وجهة نظر الشارع الكويتي تجاه قضية غزة وقضية فلسطين اللي تعتبر هي قضية المسلمين وقضية العرب الاولى. يمكن شيء كونتريبيوشن بسيط، لاعبي منتخب اعلاميين نلعب ونتكلم عن فلسطين، يعني نوعا ما نقدر مثل ما يقولون نرفع الحس في الشارع العام، وعشان لا تنسى قضية فلسطين. اليوم يعني دشينا بالمئة الثالثة من الجينوسايد والإبادة الجماعية في غزة، أكيد ماكو شك لازم نذكر الناس، وهذا جزء بسيط ونسأل الله القبول. سعيد جدا بتواجدي في مثل هذه اللقاءات والملتقيات، فعلا تجسد عمق العلاقة ما بين البلدين، وإن شاء الله يكون هدفنا إحنا كرياضيين. الآن أنا كنت لاعب سابق في منتخب الكويت، ويعني اخواني اللاعبين اللي نزوم وشايفهم يعني فرصه سعيده نلتقي في اخواني اللاعبين، ففرصه احنا يعني نجسد ونثبت مدى عمق العلاقات ما بين البلدين، وكذلك يعني فرصه للالتقاء باخواننا وزملائنا اللاعبين. طبعا حكومه وشعبا احنا مع الشعب الفلسطيني داعمين لهم بالحلو المره، لكن احنا وصلنا مرحله ان كاضعف الايمان يكون لنا المقاطعه لهم، مقاطعه الى الكيان الغاصب، ونتمنى دائما فلسطين تكون العز والنصر لها، وبالقوة والمقاومة هو اللي راح يكون لهم النصر وصبرهم، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور راح تكون لهم للأفضل والقادم أفضل لهم. طبعا حضورنا اليوم في هذه الفعالية الجميلة والمباراة الاستعراضية ميني جول على طريقة ميني جول هو دعم لإخواننا وأعزائنا وأحبائنا في غزة وفي فلسطين الحبيبة. دائما نسعى في مجموعة سمارت مايند التعليمية أن إحنا ندعم الفعاليات والتجمعات وكل ما يساهم في التخفيف على إخواننا وأخواتنا في فلسطين. أقل شيء ممكن نسويه عشان نذكر الناس في غزة وفيما يعانون في غزة، اللهم إن شاء الله
نصر من الله فتح قريب إن شاء الله، الله يفرج عليهم ويصبرهم، وبجنات الخلد إن شاء الله الشهداء، ويا رب إن شاء الله هذه الدماء ما تروح هدر، إن شاء الله في يوم من الأيام ستعود هذه البلاد إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله هالمباراة تكون رسالة توصل للناس والناس يستمتعون موجودين خيرة لاعبين ونجوم الكرة الكويتية.